أنني أحييكم جميعا وسأبادلكم ب ب ب بتطبيقات لرجال الأعمال وأهم شيء المصممون بتجاربهم من خلال التجارب الكبيرة والصعوبات تمكنوا من إجراء هذه العروض والتطبيقات. عندما أنا نفسي تعرفت على ذلك لم أصدق ذلك. كيف يمكنهم أن نوحد جميع هذه الوظائف بوظيفة واحدة؟ وعندما اقتنعت أنه ولذلك أخذت على عاتقي أن ماذا يعني اليوجين؟ هي منصة رقمية للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والمراكز التجارية الترفيهية والشبكات لتوحيد أصحاب الأعمال والعملاء. وطبعا سيتطور هذه العلاقات بين رجال الأعمال والعملاء. يوجين ليس هو استرداد خدمات أو نقود، إنها هي عبارة عن برنامج طبعا لإدارة البزنس لتطور يعني نوعية الخدمات والمنتجات. ننتقل إلى الشريحة التالية. في البداية اسمي سيرجي كانسكي، وقد أصبحت مسافر محفظة الاستثمار العالمية، مستثمر خاص ومشرف على مشروع يوجين في روسيا، وأنا رائد أعمال أكثر من 7 سنوات، ولكن فعليا أنني رجل أعمال من الطفولة. وفي العمر كان 6 كانوا يسمونني، كنت أبيع الجرائد بنسب معين، وقد عرفت أين يشتروا هذه الجرائد، وبدأت بالباقة الأولى واشتريت مجموعة من الجرائد. ومنذ ذلك اليوم بدأت أعمل لنفسي. وأخي كان 8 سنوات عمره كان، واشترى كمبيوتر، والكل كانوا في العمل، وقد أصبحت يعني مسؤولا عن نادي الكمبيوترات، وقد كان بإمكاني أن يحل أي مشكلة خلال 5 دقائق. وقد كنت أعمل وكنت أبيع المسألة الواحدة ب$20، وقد يعني كنت أكسب في اليوم الواحد أكثر من راتب الشهري للآخرين. وبعد الجيش فتحت السوق للمحل الأول والثاني والثالث وأخذت الامتيازات، وهذا علمني أشياء، أهم شيء شيئين. وقد كنت على حد يعني الإغلاق المحلات، وهذه المشاكل مررت بها، والوباء والجائحة، كل هذه المشاكل والأزمات لننمو. كان لي يعني خيار، إما أغلق المحلات أو أستخدم يعني الإمكانيات الكبيرة الموجودة. وقد كنت أفضل مما كنت في السابق، أي في مرتين أكثر ما هو في السابق. ولذلك أنا متأكد أن يوجين سيساعد الكثير من رجال الأعمال ليطور العمل التجاري الخاص به واستخدام والانتقال إلى الشريحة التالية. والحقيقة التي فهمتها فيما بعد أن نجاحي يتعلق بكيف أخدم الزبائن. إذا أنا كنت أفهم ذلك وأعطيه ما هو مطلوب له، وأن أبني الصداقة، علاقات الصداقة بينهم، عندما رأيت بعيني أن الزبائن يعني يرجعون ويعودون ويشترون أكثر فأكثر. ماذا نرى عدا من الناحية اليمنى؟ هو الزبون الذي لا يفهم وهو غير راضي عن الخدمة التي، ولم يحل مشكلته بهذا المحل أو ذاك. أي أن رجال أعمال لا يستطيعوا أن يكونوا في داخل بزنسهم الخاص، وبالتالي
وبالتالي تغيب عنهم التقنيات الحديثة التي تساعدهم على معرفة ردود الفعل ومراقبة الموظفين. وأن هذا طبعا العميل لن يرجع إليكم في هذه الحالة، وبالتالي طبعا هل تريدون فعلا أن من الجهة اليسرى أن يخرج العميل بهذه الحالة مسرورا بهذه الباكيتات؟ هذا الزبون أو العميل هو يعني مسرور جدا من الخدمة التي تلقاها، وأنا مسرور جدا أن يوجين يمكن أن نساعدكم بذلك والقيام بهذه الخطوات، وأن يكون العميل أيضا كما هو موجود في على الصورة اليسرى. انتقلوا إلى الشريحة التالية. ماذا يعطيكم يوجين بيزنس؟ أولا هو طبعا هو اختصار يعني المصاريف على الدعاية، تقليل يعني رجال أعمال يصرفون لا يقل عن 10% من دخلهم على الإعلانات، وبهذا يعني رجال أعمال صار لا يستخدمون مختلف الوسائل لكي لا يخسر. أما يوجين فيعطيكم الإمكانية بشكل مجاني يعني منصة مجانية، حيث يمكنكم أن تعرضوا كل خدماتكم وإعلاناتكم، يعطيكم يعني تقنيات تسويقية حديثة لتجذب العملاء للبزنس، يعني زيادة قائد عمليات الشراء 25% يعودون عادة للعودة للشراء، ويوجين يعرف كيف يساعدكم ويقدم لكم يعني برامج تحفيزية التي تحفز عملائكم ليقوموا بإعادة المشتريات في البزنس، وكذلك يساعد على زيادة قاعدة العملاء، والكل يعني يبحثون عن العملاء الجدد، وبفضل اليوجين يمكن أن تؤتمت العمليات ولجذب عملاء جدد، وكذلك ويعني المحافظة على زبائن القدماء، وهذا يعني للوصول إلى هذا البزنس في جميع أنحاء العالم. عندما تعملون في مدينتكم لديكم الإمكانية لتوسيع هذا البزنس وللعمل في جميع المناطق وفي كل الدولة وفي جميع دول العالم، لأن هذه التطبيقات تعتبر عالمية لتحسين جودة خدمة العملاء، وهذا مهم جدا، وبفضل ذلك نعمل البزنس إما سينمو أو سيهوى إلى الأسفل، وبفضل اليوجين سنحصل على تحليل والإدارة ومراقبة في أي حالة يكون العملاء في أي حالة، وتحسين نوع الخدمات. الشريحة التالية، ماذا أيضا يمنحكم يوجين بيزنس؟ أيضا هناك يعني 5 وظائف ذهبية. أولا التفاعل مع العملاء، مع اليوجين يمكن يعني أن نبني علاقات مباشرة وتنسيق مباشر لفترة طويلة تبدأ طويلة. وثانيا هي إعطاء قائمة الأسعار وإقامة الطعام وتلقي الطلبات، وكذلك كما يعني والتخلي عن المشاكل التي حدثت بسبب الوباء وسبب الجائحة. وهناك 3 يعني إخبار جميع العملاء والحصول على يعني الحجوزات من خلال، والشيء الثالث الحفاظ على 100% من الربح، وكذلك لمن لديه يعني أونلاين. أنني أهنئكم جدا، وبالنسبة لكم هذه إمكانية كبيرة، أن هذا يعني قناة أقنية جديدة لتوسيع البزنس ووضع العلامات التجارة الخاصة بكم، وأهم ووظيفة مهمة جدا وهي رقمنة القاعدة، جميع البيانات الإحصائية والتحليلية. ماذا تعطي رجل الأعمال؟ يمكن أن تستخدموا يعني ميل
طبعا زيادة قاعدة العملاء وبالتالي تتجنب هذه يعني خسارة العملاء تكون على يعني على الشواطئ في الرحلات في اليوم وتفتحون تليفوناتكم وتطبقوا هذه التطبيقات كم كان لديكم من هذا العملاء كم عدد جديد ومن اشترى وكم اشترى وما هي أنواع الخدمات التي قام تلقاها هؤلاء يجب أن يكون هذا التطبيق من هذا النوع في هذا البزنس الحديث والمهمة أيضا هي نظام تحفيز الموظفين وأنا مؤكد أن كل رجل أعمال أن هذا مهم جدا ومنكم أن يجد حلا لهذه المشاكل وبفضل يوجين يمكن أن تحللوا وتشرفوا على التعليقات وعلى ردود الفعل وأهم شيء في من خلال هذه التطبيقات يمكن القيام بالتعليم واجتياز الامتحانات للمنتجات والخدمات ويمكن يعني إيجاد وتحليل الفعالية وما هو العمل الواجب للحصول على بونصات وجوائز وبفضل هذه الوظائف أنا متأكد أهم شيء ما نحصل هو أهم شيء للموظفين عندما يقوم الموظف بشكل فعلي وبرغبة كبيرة أن يريد أن يصبح أفضل يعني أن يخدم من القلب يعني وبشكل جيد وجودة عالية لكي يكون كل العملاء مرتاحين ويعني مرتاحين وسعيدين وأنت كرجل أعمال يعني تحدد نوع التخفيض الذي تبادله مع العملاء من هذا اليوم حي لكي يصبح هذا العميل يعني عميلكم وزبونكم ويعني هذه الزيارات المتكررة للعملاء ويمكن أجرى بعض يعني التخفيضات لبعض يعني فئات البضائع ويعني عروض ترويجية كل ما يجب أن تعملوه أن تكتبوا يعني أخبار والضغط على يعني على الزر لتحميل التطبيقات لكل مشتري لكي يستطيع كل شخص أن يقوم بذلك للحصول على بزنس الوفاء الشريحة التالية ووظيفة اليوجين أولاً هذا التطبيق الموبايل هو يعتبر مجاني لعملائكم بالإضافة لجميع كل ما يحصلون عليه من التخفيضات يحصلون يبدأون بالتعامل معكم بشكل مباشر وتفتح أمام إمكانيات للحصول على تخفيضات كبيرة وعندما يتم تحميل هذه التطبيقات أنت كرجل أعمال سيحصل على نسب معين وفي هذا النظام يعني النظام متعدد المستويات عندما يتبادل أو يشارك العميل مع أصدقائه وسيحصل على نسب معينة من العمولات وأهم شيء للعملاء تفتح إمكانية مع يوجين وكل كان فعالية أكثر كلما كانت وارداتك أكثر والوظيفة المهمة الهامة أيضا هي برنامج البونص والمكافآت وبفضل ذلك بفضل المشتريات تتجمع النقاط بسبب المشتريات والوظيفة التالية اللي هي التوصيات كل يوم تقترحون على الآخرين وبفضل ذلك سيقترح العملاء البزنس الخاص وأقل شيء 70% وكرجل أعمال أنت تحدد ومقدار يعني الجائزة لصديقك وعندما يبين لك صديقك يريك الروابط والتوصيات وتجري عملية المسح وكم يحصل من العمولات العميل والوظيفة التالية اللي هي ردود الأفعال والتواصل مع العملاء كي ويوجين يعطي هذه الإمكانية
والمهمة الجديدة أو الوظيفة الجديدة هي ردود الأفعال، ويمكن أن تحسن نوعية الخدمات والمنتجات وتحصل على تقدير وردود أفعال، ويمكن أن تحلل ذلك في الوقت اللازم وتحلل كيفية حل هذه المشاكل لكي يعود ويرجع لهذه المسيرات. يجب أن لا نسأل من هنا فمصاعد ردود الفعل عندما يعني يشتري بشكل أوتوماتيكي، يوضح له يعني عندما يقوم بردود الفعل أو التعليقات. هذا مهم جدا. صديقي مثلا قبل أن يبدأ بأي بزنس يدرس التعليقات وردود الأفعال، وبفضل يوجين تحصلون على تقديرات كل عميل. والوظيفة المهمة أيضا هي التواصل مع العملاء والعلاقات التي تتيح علاقات طويلة الأمد لكي يعودوا إليكم بمشتريات جديدة، يعني والتسويق والتسوق المتقاطع الذي يتيح أن يجذب العملاء من أنواع مختلفة للبزنس وللحصول على نقاط فقط ببزنسكم، وبفضل يوجين وبرنامج الولاء. ويجب أن تهديهم البونصات والهدايا، وهذا ماذا تعني الإخلاص، هو العميل الذي يرجع إليكم من جديد. ننتقل إلى الشريحة التالية، الأدوات التسويقية. يوجين يعطيكم إمكانية بشكل أوتوماتيكي دون تدخلكم لكل مشتري، ومن ثلاثة أنواع من الأشخاص، وحول العروض الترويجية، وتهديهم البونصات. دعهم يكسبون ذلك. وكيف تحصلون على مكاسب سلبية بخلال ذلك دون أن تصرف أي جهود إضافية على الدعايات؟ وبفضل هذه الإشعارات يعرف كل الزبائن حول هذه العروض الترويجية. وننتقل إلى الشريحة التالية، كيف يعمل يوجين. إذن هناك ست خطوات. الأولى، يقوم العميل بتحميل التطبيق والتسجيل ويريه الكود، ويقوم العميل بإظهار الرمز. يتم مسح الرمز بواسطة تطبيق أمين الصندوق أو الإدخال، وبعد المسح من قبل أمين الصندوق يتم إظهار معلومات عن النقاط للزبون أو حجم الخصم. يقوم أمين الصندوق باستلام الدفع المخفض بناء على عدة نقاط ونص المكافأة إلى آخره والخصم إلى آخره. وبعد الدفع يحصل العميل على نقاط مكافأة ويقوم بتقييم جودة الخدمة وإلى آخره. خدمة أردت أن تكتبوا كم أنتم جاهزون لتدفعوا لاختصار النفقات والحصول على العلاقات، ويعني زيادة الوفاء والإخلاص. كم هي من الفوائد وكم هي مهمة، وهذه القيم يعني في تطبيق واحد تتخلص من جميع هذا القلق، يعني زيادة منصة قاعدة العملاء. وننتقل إلى الشريحة التالية، وأريد أن الآن هذه يعني التطبيقات يعني متاحة لأي شخص، يعني هذه التطبيقات يعني لا تتجاوز سعر فنجان من القهوة، لا تنتظروا حتى يعني تبدأ الكوارث والأزمات. استخدموا هذه الإمكانيات والتطبيقات، تتيح لكل رجل أعمال أن يحسن عمله التجاري. والآن أشكر الجميع وإلى اللقاء.